له أيضا سؤال آخر في ضمن هذه الرسالة، يقول: حدثت لي مشكلة في العمل في يوم من الأيام، حلفت وقلت علي الطلاق، لن أذهب إلى العمل، وذهبت في اليوم الثاني، فهل علي شيء في ذلك اليمين، وهل يعتبر يمين طلاق أم ماذا؟ ماذا يقول؟ يقول: حدثت لي مشكلة في عملي، ففي يوم من الأيام حلفت وقلت علي الطلاق، لن أذهب إلى العمل، وذهبت في اليوم الثاني، فهل علي شيء في ذلك اليمين؟ أولا، إذا كنت نويت عدم الذهاب في اليوم الأول ثم ذهبت في اليوم الثاني فلا شيء عليك، لأن هذه اليمين مؤقتة بوقت محدد، إذا انتهى زال حكمها. أما إذا كنت نويت عدم الذهاب إلى العمل مطلقة في جميع الأيام أو في أيام محددة ثم ذهبت إليه خلال هذه الفترة، فإنك على حسب نيتك بالطلاق. إن كانت نيتك بالطلاق الإيقاع عند حدوث السبب، فإن زوجتك تطلق بذلك، لأن هذا طلاق معلق على شرط، فإذا حصل الشرط حصل المشروط، فيقع عليك بذلك طلقة واحدة تراجعها بعدها. إذا لم تكن هذه الطلقة مسبوقة بما يكملها ثلاثا، فإن لك أن تراجعها بعدها ويبقى لك عليها طلقتان فقط. أما إذا كنت نويت بهذا اليمين الامتناع من الذهاب إلى العمل ولم تنوي إيقاع الطلاق، فإن هذا يعتبر من الأيمان المكفرة على الصحيح من قولي العلماء، فتكفر عن ذلك كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد فإنك تصوم 3 أيام.